السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي نخس من غير دايت؟ ازاي نخس من غير حرمان؟ ازاي نخس من غير ما نحس؟ النهاردة اقول لكم على 5 نصايح جديدة لو عملناهم وطبقناهم هنخس ان شاء الله ومش هنرجع نتخن تاني. اول حاجة عايزاكم تقرأوا وتعرفوا عن ازاي ندخل دهون صحية للجسم. في فرق ما بين دهون صحية ودهون غير صحية. دهون ودي دهون. احنا دلوقتي لما بندخل دهون صحية للجسم بتدخل على الدهون اللي هي موجودة في الجسم اللي هي جات لنا من حاجات غير صحية وبتتخلص منها. والدهون الصحية لما بتدخل الجسم ما بتتخنش طالما هي مش مهدرجة ومش مصنعة وصحية وطبيعية تماما، ما بتتخنش خالص، بالعكس بتفيد الجسم جدا. والجسم اصلا محتاج لدهون، يعني مش طول الوقت هناكل اكل لايت ودايت وبزيوت وصح. على فكرة الزيوت دي اكتر حاجة طلعت غلط، فندور على السمنة البلدي والحاجات البلدي الطبيعية دي اللي فيها الدهون الصحية. وعشان نختصر الموضوع ده خالص انا هقول لكم مثال بسيط. نبص للناس بتاعت زمان. الناس بتاعت زمان كانت بتاكل بالسمنة البلدي والزبدة الفلاحي، كانوا بياكلوا العيش كده بلدي مخبوز في الفرن مش عارفة ايه. المهم ان هما كانوا بياكلوا كتير واكل بقى اكل دسم يعني، وفي نفس الوقت ما كانوش بيتخنوا. ليه بقى ما كانوش بيتخنوا؟ لاكتر من سبب. اول حاجة ان هما كانوا بياكلوا بالدهون الصحية دي، يعني بالحاجة على طبيعتها مش بحاجة مصنعة، لان التصنيع ده هو اللي بيفقد القيمة الغذائية اللي موجودة في الاكل الطبيعي اللي ربنا حطه لنا، فده اللي بيتخننا بعد كده. تاني حاجة ان هما على طول بيتحركوا، يعني طول النهار تلاقي اللي بيخبز واللي بيحرس الارض واللي بيزرع واللي مش عارفة بيعمل ايه، فحركة نحل طول النهار. فحتى لو اكلوا دهون وحاجات تقيلة هما اوريدي بيحرقوا مع الوقت عشان بيتحركوا. تالت حاجة انه زمان كان اقصى حاجة 8 9 10 بالليل وتلاقي البيوت كلها هس وكله نايم. فاحنا حتى لو عكينا في النهار هما بيناموا بدري بالليل، فما فيش طريق للعك بالليل. واكتر حاجة ممكن تساعد الواحد ان هو ينزل في وزنه من غير ما يتعب خالص ان هو ما ياكلش بالليل وما يعكش بالليل. فهم كانوا بيعملوا كوكتيل كده على بعضه من الحاجات اللي خلاهم بياكلوا كل اللي هم عايزينه وبياكلوا الاكل على طبيعته وبياكلوا الاكل طعمه حلو وفي نفس الوقت ما بيتخنوش. رابع حاجة انه كمان ما كانش على ايامهم في كمية الحاجات المصنعة دي وكمية الحاجات اللي متضاف ليها المواد الحافظة، فالمواد الحافظة دي لوحدها كارثة اساسا. وده اللي هيخلينا ندخل على النقطة اللي بعد كده، انه نبعد عن اي حاجة فيها مواد حافظة حتى لو سعراتها قليلة، ونقرب من كل حاجة طبيعية ما عليهاش مواد حافظة حتى لو كانت سعراتها عالية. لان احنا كل ما نروح على الحاجات المصنعة والمهدرجة حتى لو مكتوب عليها ان هي سعراتها قليلة، ده هيضر صحتنا اولا، ثانيا مش هيدينا النتيجة المطلوبة، وهنحس ان الاكل عادم وملهوش طعم ومش هنستفاد منه، غير لما ناكل حاجة على طبيعتها حتى لو فيها دهون عالية او حتى لو فيها سعرات عالية برضو هتفيد الجسم وهتساعدنا ان جسمنا ينزل بطريقة صحية وعادية جدا. تالت حاجة ناكل الفاكهة ما نشربهاش، لانه دلوقتي احنا لو قررنا هنشرب كوباية عصير برتقال او فراولة بيور مش هنضيف عليها اي حاجة تانية، رغم ده ما بيحصلش، احنا بنضيف سكر بنضيف حاجة تحلي، فلو هنشربها بيور هي برضو هتكون سعراتها عالية وهتبقى مليانة سكر حتى لو كان سكر طبيعي. فاحنا ناكل الفاكهة عشان تبقى بالالياف بتاعتها بالفايدة بتاعتها بالسكر الطبيعي اللي موجود في كل ثمرة لوحديها، لكن لما احنا نجمع حبة فراولة كده او نجمع برتقالتين او تلاتة عشان يعملوا لنا كوباية عصير واحدة، احنا كده بوظنا الدنيا. عايزين تشربوا عصاير طبيعية بيور تمام، بس اعتبروا ان ده نوع من انواع العك فمش هينفع. فالافضل ان احنا ناخد الفاكهة على طبيعتها باليافها بنسبة المية الموجودة فيها بنسبة السكر المعقولة اللي موجودة فيها، احسن 1000 مرة ما نشرب كوباية عصير قد كده وتبوظ الدنيا عندنا خالص. رابع حاجة حطوا دايما قدام عينيكوا حواليكوا كده وما بين الوجبات ومع الوجبات حاجات خضرة، جرجير بقدونس خس خيار، كل الحاجات دي مفيدة جدا ومغذية جدا وما فيهاش سعرات اصلا، هي نسبة المية فيها عالية جدا. ما بقولش ان احنا نقعد نقرقط فيها زي الارانب ليل نهار مش هتشبع طبعا، لان دي عبارة عن مية فمش هتشبعنا، لكن لما نحطها جنب وجبة مثلا هتملى المعدة وفي نفس الوقت هنستفاد وهتعلي الحرق وهي بتفيد الجسم بأي شكل.
كمان دي الحاجة الوحيدة اللي مسموحة طول النهار. يعني احنا بنقول مثلا لو عندنا 5 وجبات خلال اليوم، فما ينفعش في النص، في ساعتين ونص اللي هم بين كل وجبة ووجبة، ان احنا ندخل حاجة ونعق او نلقط او كده. بس الحاجات الخضرة دي هي دي الحاجة الوحيدة اللي متاحة، مهما دخلناها في اي وقت هي مفيدة جدا للجسم، وبتعليش السعرات، بالعكس بتفيد الجسم ان هو ينزل بشكل صحي، وبتغذيه جدا جدا جدا. خامس حاجة واخر حاجة، انه لما نحس بالجوع نفرق هل احنا جعانين ولا احنا عندنا فراغ عاطفي ولا في ملل في الموضوع ولا احنا عايزين ايه بالظبط. لانه مش كل احساس الجوع احساس جوع حقيقي، اوقات بنبقى ملانين فعايزين ناكل وخلاص، اوقات بنبقى متضايقين فعايزين ناكل. في فرق ما بين نفسنا رايحه لحاجه حلوه ولا لحاجه حادقه، اوقات بيبقى عندنا فراغ مثلا فعايزين ناكل نسلي نفسنا، اوقات بنبقى متضايقين فعاوزين نعوض المشاعر السلبيه دي بان احنا ناكل. في مشاعر كتير جدا بتترجم على شكل جوع، بس هو ما بيكونش جوع حقيقي، ما بيكونش الجسم محتاج وقتها لان هو يدخل اكل. في حد اتكلم عن الموضوع ده بشكل كويس جدا، هي واحدة اسمها افراح، وهي حقيقي شخصية مبهجة يعني ليها نصيب ما شاء الله من اسمها، وبحبها جدا وبحب الفيديوز اللي هي بتقدمها وعلى طول بتابعها، وبتقدم اصلا مواضيع كتير. بس هي حد فاهم جدا، وحد جرب اكتر من نظام، جربت نظام الصيام المتقطع وجربت اللقيمات وجربت كذا حاجة. المهم هي اتكلمت عن الموضوع ده بقى بشكل كويس جدا، قالت اما حد يحس بالجوع مثلا يشوف هو نفسه يعني نفسه رايحه لحاجه حادقه ولا لحاجه مسكره، وايه معنى كل حاجه فيهم. وكمان اتكلمت ازاي نقدر نتعامل مع الاحساس ده عشان ما نقعدش ناكل عمال على بطال. فانا اكيد هسيب لكم لينك القناه بتاعتها ولينك الفيديو عشان تشوفوه، عشان مش مجرد بنحس بالجوع نقوم ناكل على طول، لان ده هو اللي بيتخن. دي كانت النصايح اللي عايزه اقولها لكم النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا منها حاجه جديده. ما تنسوش تشوفوا الفيديوز اللي فاتت عشان تكونوا الصوره كامله، وكمان تتابعوا الفيديوز اللي جايه ان شاء الله عشان لسه في كلام كتير هيتقال. الفكره ان انا مش بقول لكم على نظام 1 2 3 عملوه خلاص، احنا بنتكلم في اسلوب حياه وعادات بسيطه وخطوات بسيطه لو عملناها ستيب باي ستيب، واحده واحده، لحد ما تبقى عاده. هتلاقوا نفسكم ان انتوا بتخسوا ومش تعبانين ومش حاسين ان انتوا بتعملوا مجهود يعني في الموضوع. في نفس الوقت زي ما وضحت قبل كده ولسه برضو هقول تاني وتالت ورابع، ان ده مش بس افيد لجسمنا ولشكلنا، ده افيد لصحتنا وكمان لنفسيتنا. بشكركم جدا، نشوفكم الفيديو الجاي على خير ان شاء الله.